حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: تقدم له شاب مستقيم ولكنه ولد بغير نكاح شرعي، فهل يقبله على موليته؟ تقدم له شاب يريد نكاح موليته لكنه ولد بغير نكاح شرعي، فهل يقبل مثل هذا المتقدم؟ ايش ادراك انه ولد من غير نكاح شرعي؟ لا تفتش عن الناس، اما ان تزوجه واما ان تتركه، ولا تقول الكلام هذا. اذا صار مالك فيه رغبه اتركه، حتى ولو كان من نكاح شرعي، ولو كان من اشرف الناس، ما دام مالك رغبه فيه اتركه، دون انك تقول فلان ما هو ولد شرعي وفلان كذا. نعم.